بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد خير الخلق أجمعين. تذكرون عزيزاتي الطالبات أعزائي الطلبة أنني حين حدثتكم عن مستويات تحليل النص السردي قلت لكم إننا سنكون أمام ست مستويات كبرى، وهي أولا تقسيم النص إلى حركات، ثم تحليل تلك الحركات انطلاقا من مكونات النص السردي وهي الشخصيات والزمان والمكان والأحداث، ثم الحوار فالوصف، ثم المستوى الثاني وهو مكونات النموذج العاملي الستة، وهي العامل المرسل والعامل المرسل إليه والعامل الذات والعامل الموضوع والعوامل المساعدة والعوامل المعاكسة. ثم بعد ذلك جئنا إلى محاور النص السردي وتعرفناها، وهي ثلاثة محاور: محور الإبلاغ أو التواصل، ومحور الرغبة، ثم محور الصراع. ثم في المرحلة الرابعة تعرفنا المكونات الخاصة بالمسار السردي أو ما دعوناه قبل في المحاضرة التي سبقت بتلك المكونات الأربع التي تكون الخطاط السردية، وهذه تلك المكونات الأربعة هي التحريك والأهلية وإنجاز الفعل ثم الجزاء. ونأتي الآن إلى المستوى السادس من مستويات تحليل النص السردي، والمتعلق بتعرف أنواع الرؤية المهيمنة على النص. أنواع الرؤية أو قضية الرؤية السردية مفهوم جاء به الباحثون الروس منذ بعيد منتصف القرن الماضي، وأنواع الرؤية ثلاثة هي: الرؤية من خلف، والرؤية من خارج أو من وراء، ثم الرؤية مع. ونتعرف هذا الأمر بالنسبة للنوع الأول، وهو ما سبق الحديث عنه. نتعرف أولا ما المقصود بالرؤية السردية. المقصود بالرؤية السردية طريقة السارد في تقديم الحكاية، أي كيف قدم لنا السارد تلك الحكاية، أو من أي زاوية التي من خلالها كان السارد ينظر إلى شخصياته وما تقوم به تلك الشخصيات من أحداث وأفعال. الرؤية السردية هي طريقة الحاكي الذي يحكي لنا النص السردي في سرد وقائع الحكاية، من أي زاوية يروي لنا تلك الحكاية. إنها تعبر عن المكان أو الزاوية التي يوجد فيها السارد والتي من خلالها يحكي لنا أحداث القصة أو الحكاية. الرؤية أيضا تعبير عن موقف السارد الكاتب عن في كيفية تعامله مع شخصيات القصة أو الحكاية، ويتمخض عن ذلك أثر بالغ على الخطاب المراد تقديمه إلى القارئ. تذكروا أننا في كثير من الأحيان حين يأتي مخرج مثلا لتصوير لقطة في فيلم، طبعا هذا المخرج لا يعتمد على كاميرا واحدة للتصوير، وإنما يعتمد على عدد من الكاميرات، ربما كاميرا توجد خلف الشخصيات، وكاميرا توجد أمام الشخصيات، وكاميرا توجد في جانب من على يميني أو على يسار الشخصيات، وربما فيه كاميرا رابعة موجودة فوق، وكل واحدة من هذه الكاميرات الأربع تأخذ تلك اللقطة نفسها، وبعد ذلك يعاين المخرج تلك اللقطات الأربع ويختار أو يمزج الميكساج في الفيلم، يمزج بين تلك اللقطات ليخرج لقطة أحسن. نأتي بعد هذا إلى تعرف أنواع الرؤية، وقلنا هي ثلاثة أنواع، ونبدأ بالرؤية الأولى وهي الرؤية من خلف. الرؤية من خلف هي الرؤية التي يعرف فيها السارد كل شيء عن شخصيته، بما في ذلك أفكارها ورغباتها وأحاسيسها وما تنوي القيام به من أفعال، فهو بذلك يخترق سارد، يخترق جميع الحواجز المتصلة بالزمان والمكان ليبلغ إلى فكر الشخصية وما تفكر فيه. الغالب على هذا النوع من السرد أن يسيطر عليه ضمير الغائب، بمعنى ضمير الغائب هو المسيطر دائما. السارد هو الذي يمسك بخيوط الحكاية ويحكي عن شخصيته، فالسارد هو الذي يتولى تحريك شخصيته والتفكير لها ومعها، إنه منشغل بأمرها حتى لا يجد في كثير من الأحيان فسحة لممارسة تقنية الوصف اللازمة للحكي، بمعنى
أن مكون الوصف يكون مكون الوصف يكون قليلا في هذا النوع من الحكي، وفي هذا النوع من الحكي الذي تسيطر عليه الرؤية من خلف. وهذا ما يجعل السرد وفق هذه الرؤية صعب للغاية، لأن السرد مطالب بفعل كل شيء لوحده، هو الذي يقوم بكل شيء بدلا عن شخصيته. الرؤية من خلف أيضا نمط كلاسيكي في السرد، معنى نمط قديم، وهو من الأنماط الأولى التي عرفها الإنسان في سرد الحكاية، كما نجد في كتاب في قصص كليلة ودمنة لعبد الله بن المقفى. دائما تبدأ الحكاية زعموا أن كذا كذا كذا، ويحكي عن هذه الشخصيات. السارد في هذا النمط من الرؤية محيط بجميع أسرار شخصياته، فليس للشخصيات أي سر بالنسبة للسارد. تبقى الإشارة إلى أن هذا النوع من السرد يصنف ضمن النمط الكلاسيكي في الحكاية والرواية التي أنتجت في أوروبا والعالم العربي إبان عصر النهضة، وقبل ذلك في القرنين 17 و18 في كل من فرنسا وإنجلترا. هذا النوع أيضا من الرؤية، الرؤية من خلف، يسيطر عليه الزمن الماضي بدل الحاضر، ويسيطر عليه كما قلنا ضمير الغائب. بعد هذا تأتي الرؤية من خارج، أي من أو إن شئتم من أمام، هي الرؤية التي يكون فيها السارد أقل معرفة بما يجري من أي شخصية من شخصيات الحكاية أو القصة، بمعنى أنه أصبح بغير عمل كما يقولون يقوم به في الحكاية، اللهم أن يوجه جهوده نحو الوصف. بمعنى أن هذا النوع من الرؤية، الرؤية من خارج، هو عكس النوع الأول. هذا النوع يكثر فيه الوصف، وهو الذي يكون من اختصاص السارد، في حين أن العمل الحكائي تقوم به الشخصيات، لأن هي التي تسير نفسها بنفسها. السارد في هذا النمط من الرؤية يكتفي بوصف ما يسمعه وما يراه، دون أن تكون له سلطة على أفكار الشخصيات أو رغباتها أو أحاسيسها أو خلجاتها النفسية الداخلية. إننا هنا مع ما يمكن أن ندعوه بالسرد المحايد الموجود خارج نطاق الأحداث. السارد لا يعلق على الأحداث ولا شأن له بالتطور الذي يحصل في وعي الشخصيات. عفوا، نواصل أيضا مع هذا النوع من الرؤية، وهي النوع الثاني. هذا النوع الذي هو الرؤية من خارج يكون الزمن المسيطر فيه هو الزمن الحاضر، بدء الزمن الماضي كما هو الشأن في الرؤية الأولى، النوع الأول. ثم إن هذا الزمن يكون فيه الشأن كبيرا لضمير المتكلم ولضمير المخاطب، مع وجود ضمير الغائب أيضا ولكن بصورة أقل. ثم بعد هذا يأتي النوع الثالث، وهو الرؤية مع، وهي الرؤية التي يتساوى فيها السارد مع شخصيته فيما يتصل برغباتهم وأفكارهم وتوجيه أحداث الحكاية أو القصة. فالسارد لا يقدم لنا أي تفسير لما يحصل من أحداث قبل أن تكون الشخصية قد عرفت بتلك الأحداث، ويسيطر على هذا النمط من السرد ضمائر المتكلم والخطاب، حيث نجد تطابقا بين السارد والشخصية المتحركة في الحكاية. كما تجدر الإشارة إلى أن السرد هنا يبدأ بضمير ويبقى محافظا تماما على ذلك الضمير، وقد يحدث أن يحصل تحول في الضمير من بداية الحكي إلى نهايته. هنا هذا النوع في الرؤية معه، نجد هذا النوع يكثر خاصة فيما ندعوه بالسيرة الذاتية،